قاعد المجلس الحضري لأكادير. الروبورتاج صديق بنزينة. جو احتفالي استمر إلى ساعات متأخرة من ليلة أمس. أغلب المحتفلين في شوارع أكادير هم من المناضلين والمتعاطفين مع حزب الوردة الذي وحسب النتائج الأولية حقق فوزا ساحقا بحصوله على 27 مقعدا منها 3 في الدائرة الإضافية بالجماعة الحضرية لأكادير. اليوم مدينة أكادير هي اللي ربحة إنه الانتصار ديال لائحة ديالتنا والنتيجة ديال جميع المواطنين أكادير اللي صوتوا إنه عمل فينا الثقة. فاحنا قلنا هالمواطنين المفسدين غادي نحاربهم وغادي نستمروا في العمل ديالنا في الخطة ديالنا لصالح هاد المدينة. أجواء الاحتفال بانت أيضا لدى مناضل حزب التجمع الوطني للأحرار الذي احتل المرتبة الثانية بفوزه ب11 مقعدا بالمجلس الجماعي لأكادير. لائحة حزب العدالة والتنمية جاءت في المرتبة الثالثة ب7 مقاعد حسب النتائج الأولية الخاصة بالجماعة الحضرية لأكادير. تحالفات احنا نتصل ولكن ما يمكنش نظرة تاع التلفون حتى يكون النتائج النهائية. هذه النتائج الأولى هذه يبدو أنها ما كانش معبرة على النتائج الحقيقية اللي كان الحزب عادة اللي كترجعها وكيتمناها في أكادير. بالنسبة للتحالف حنا عندنا تصور سابق حول التحالف ولكن في هذه المرحلة هذه بالضبط مازال ما عندناش واحد التصور اللي يمكن ندلي به هكذا بسهولة. وبالتالي فحنا مستعدين باش ندخلوا المجلس مع أي الجهة إذا كانت غرضها ومصلحة المدينة. النتائج النهائية هي التي ستحدد إذن تصور للتحالفات الممكنة بين الأحزاب الفائزة التي تنافست لوائحها العادية والإضافية حول 55 مقعدا وكانت نسبة المشاركة قد بلغت عند إغلاق مكاتب التصويت بعمالة أكادير لوتنان 47%. ومعنا مباشرة من مدينة أكادير الزميل صديق بنزينة. صديق، هل النتائج الجزئية حملت تغييرا أم أنها حافظت على نفس الأسماء أم أن نفس الأسماء حافظت على مقاعدها؟ نعم سناء، قبل ذلك لابد من التأكيد على أن النتائج التي توفر عليها الآن هي نتائج جزئية وأولية في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية. وهكذا فبالجماعة الحضرية لأكادير حقق حزب الاتحاد الاشتراكي فوزا ساحقا حيث حصلت لائحته على 27 مقعدا. التجمع الوطني للأحرار جاء في المرتبة الثانية ب11 مقعدا. العدالة والتنمية ب7 مقاعد. حزب الاستقلال 6 مقاعد. والحزب العمالي في المرتبة الأخيرة ب4 مقاعد. وبالجماعة القروية للدرارقة حاز حزب الحركة الشعبية على 15 مقعدا. وحزب التجمع الوطني للأحرار على 8 مقاعد. فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 4 مقاعد والأصالة والمعاصرة حصل على مقعدين. وبجماعة إنزغان الحضرية الاتحاد الدستوري يتصدر لائحة الترتيب بفوزه ب11 مقعدا. الاتحاد الاشتراكي في المرتبة الثانية ب5 مقاعد وحزب التجديد والإنصاف ب4 مقاعد. الأصالة والمعاصرة نالت 6 مقاعد وحزب الاستقلال 5 مقاعد وحزب التجمع الوطني والأحرار 4 مقاعد وأخيرا حزب العدالة والتنمية حاز على 4 مقاعد. وبجماعة أيت ملول الحضرية فازت لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب22 مقعدا فيما احتلت العدالة والتنمية المرتبة الثانية بفوزها ب9 مقاعد. حزب التقدم والاشتراكية حاز على 5 مقاعد وفي المرتبة الأخيرة حزب الأصالة والمعاصرة ب3 مقاعد. وبجماعة تيزنيت الحضرية تصدرت لائحة حزب التقدم والاشتراكية ترتيب اللوائح بحصولها على 17 مقعدا. العدالة والتنمية في المرتبة الثانية حيث حصلت على 8 مقاعد. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حصل على 6 مقاعد وفي المرتبة الأخيرة التجمع الوطني الأحرار حصل على 4 مقاعد. صديق مدينة شكرا لك، كان معنا مباشرة من مدينة أكادير. والمؤشرات الأولية في مدينة مكناس تتحدث عن بقاء الوجوه السابقة ودخول حزب الأصالة والمعاصرة على الخط.